السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. دي الخطوة رقم 24 من سلسلة تعليم سوليد ووركس خطوة بخطوة. معاكم علي ناصر. هنتكلم في الدرس ده عن موضوع اسمه سبلاين اون سيرفيس. اتكلمنا قبل كده عن سبلاين بس في النوع السكتش 2D. المرة دي عايزين نرسم على سطح، اي سطح من الاسطح دول عاوزين نعمل عليهم سبلاين. الكلام ده ممكن نعمله ازاي؟ هنبدأ نخش على البرنامج. دلوقتي لو انا معايا جسم زي ده، هنخفي ده بس الاول. دلوقتي لو معايا جسم زي دوت، الجسم ده بيتقسم كذا سطح، ده سطح وده سطح وده سطح، وعايز ارسم حاجة معينة على السطح ده. تعالى نخش على سكتش من هنا من التاب ونختار سكتش 3D. بدوس هنا على اللسان اللي تحت السكتش واختار 3D سكتش. لو دوست على اللسان اللي جنب السبلاين هتلاقي فيه اوبشن جديد اسمه سبلاين اون سيرفيس. ده ما بيظهرش معاك الا لما تكون بترسم في 3D سكتش. لو انت في 2D سكتش مش هتشوفه. تمام، هختار سبلاين اون سيرفيس. لو رسمت اي حاجة كده بالمنظر ده، وقفلت كده دوست سكيب، هتلاقي رسمت الجزء اللي انا رسمته اترسم على السطح، واخد بالك؟ تمام، هو ده السبلاين اون سيرفيس. طب لو انا اخترت سبلاين اون سيرفيس ورسمت على السطح ده حاجة كده، وجيت رسمت على السطح اللي تحت، هتلاقي حاجة، هتلاقيه قدر يرسم على السطحين. تمام، بعض الاسطح ما بيقدرش يرسم على السطحين لو السطح مش كونتانوز، مش جاي سموس مع بعضه. يعني بص، لو خدنا سبلاين هنا وجينا نرسم على الجزء اللي تحت ده، هتلاقيه اتقطع، مش قادر يعمله. بص، أو ما بيقدرش يعمل على السطح ده مع السطح ده. ليه؟ لان السطح ده مش كونتانوز مع السطح التاني. طالما السطحين متقاطعين مش كونتينوس مع بعض، ما بيقدرش يوصل ما بينهم. تمام، هنختار ده ونختار ده ونمسح. تمام، يبقى لازم وانا برسم سبلاين يبقى الاسطح كونتينوس مع بعض عشان ارسم من سطح لسطح. طيب اخرج من السكتش. دلوقتي مثلا لو انا عايز اعمل اكسترود او اكسترود كات الحاجة اللي انا عملتها دي، لازم الاول يبقى في اتجاه للقطع. تعالى ناخد سكتش على الميد بلين، على التوب بلين اسف، نرسم لاين بالمنظر ده. ونخليه كونستراكشن لاين. هنخرج من السكتش. هبدأ اخش على فيتشر واختار اكسترود، اختار السكتش اللي انا عايز اعمله اكسترود، هو سكتش 3D ده. تمام، هتلاقي في الكونتور تحت اختاره، محتاج اتجاه، اختار الاتجاه اللاينز ده. طيب ممكن نحدد الكونتور بشكل مانوال، لان ده اتجاه القطع مختلف عن اتجاه الامتداد، هيبقى مختلف عن اتجاه الامتداد دوت. فانا اختار كونتور ده بس. تمام، اخليها 5 مللي ندوس اوكي. بص، رسمت على السطح حاجة بالمنظر ده. دي من فوائد السبلاين. وبكده يبقى الدرس بتاعنا انتهى، ونتقابل بإذن الله في دروس أخرى.